فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز يا رب عن سيئاته، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اخلفه في أهله وفي أبنائه وفي إخوانه وفي أسرته بخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم خير خلف بخير سلف يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألهمهم رشد أمورهم، اللهم ألهمهم الرشد والسداد والتقوى والإيمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من ميتنا ما قدم من حسنات، اللهم تقبل حسناته وأجره عليها، اللهم زده ثوابا على ثواب، اللهم اغفر له سيئاته، اللهم اغفر له يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم اخلفه في أهله بخير يا رب العالمين. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل لولا خير لولا بإخلاص.